إذن بانتظار الآن مشاركة أول المهرات في آخر أشواط اليوم الأول لبطولة الظفرة للخيول العربية. مشاركة المهرة رقم 101، وأيضا نشاهد في أرضية الميدان مشاركة الحكم الناشئ المتدرب راشد المهيري. أيضا من المواهب التي نشاهدها اليوم. شاهد أيضا هنا التوجيهات من الدكتور عبد الوهاب بن عميرة لراشد المهيري. إذن ينتهي تقييم أول المهرات الآن مع مشاركة المهرة رقم 102. شارك الآن من المهرة رقم 103، انتهى تقييم المهرة رقم 102.
تسمع. إذن هنا أيضا أول النتائج في هذا الشوط لمادي فيتكا لعبد الله زايد القبيسي في الهوية العربية 18.5 حكام 19 الرأس العلم 18.5 حكام 19 الجسم المولنسي أبي 18 بإجماع الحكام القوام 15.5 من 4 حكام 15 من الحكمين والحركة 19 من 5 حكام 18.5 بمجموع 89.38. ما فيتكا for the owner عبد الله زايد القبيسي 89.38. نتيجة المهرة رقم 102 الشيخة NA لأحمد سليمان النعيمي تم استبعاد نتيجتها للعرج. The result for الشيخة NA for the owner أحمد سليمان النعيمي disqualification because of lame. شاهد أمامنا هنا المهرة 103 تقيم سيتم تقييمه هنا مع مشاركة المهرة رقم 104. المهرة رقم 103 بيئي غنيمة لعزيز محمد خليفة الظاهري في الهوية العربية 18.5 بإجماع الحكام الرأس والعنق 18.5 من 5 حكام 19 الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام 17.5 القوام 15.5 من 4 حكام 15 من حكمين والحركة 18.5 من 4 حكام 18 من حكمين بمجموع 88.75 بيئي غنيمة for the owner عزيز الظاهري 88.75.
ومن الآن نتيجة المهر رقم 104 رشيدة البدار لمربط ربدان للخيول العربية في الهوية العربية 19 من 5 حكام 18 ونص من الحكم السادس، رأس العنق 19 من 4 حكام 18 ونص من الحكمين، الجسم والانسيابية 18 ونص من 3 حكام 18 من 3 حكام، القوام 15 ونص من 5 حكام 15، والحركة 19 بإجماع الحكام بمجموع 90.63 نقطة. رشيدة البداية فور ذا اونر ربدان اريبيان هورس ستاد 90.63. المربط ربدان يتصدر الان برشيدة البداية 90.63 نقطة. You pray for the sunshine. I pray for the rain. You pray for the sunshine. I hope it rains. I want a downpour. Flood me again. Just soak me through. I want to hear it roar up above me. Remember your love is enough to keep me warm. I hope it.
هلهولة الهواجر لعليان سعيد الهاجري في الهوية العربية 19.5 بإجماع الحكام، الرأس العنق 19.5 من 5 حكام 19، الجسم والانسيابية 18.5 من 5 حكام 18، القوام 16 من 5 حكام 15.5 والحركة 19.5 من 5 حكام 19، مجموع نقاط 93 نقطة. هلهولة الهواجر الآن في المقدمة بأعلى معدل نقاط في البطولة 93 نقطة. هلهولة الهواجر فور ذا اونر عليان سعيد حسن بتران الهاجري 93. هلهولة الهواجر لعليان الهاجري 93 نقطة بأعلى معدل نقاط تحقق في البطولة. إذن باعتقادي الصدارة حسمت. هلهولة الهواجر تحقق رقم جميل. هنا نتيجة المهرة رقم 106 اسكيو شموس لعمرو محسن حسين في الهوية العربية 19 من 4 حكام 18.5 19.5، الرأس العنق 18.5 من 3 حكام 19 من 3 حكام، الجسم والانسيابية 18.5 من حكمين 18 من 4 حكام، القوائم 16 من حكمين 15.5 من 3 حكام 15، والحركة 19 من 5 حكام 18.5 بمجموع 90.5. اسكيو شموس فور ذا اونر عمرو محسن حسين عليا اتش لمحمد هيثم بن فريش الكندي في الهوية العربية 19 من 5 حكام 19.5، الرأس العنق 19 من 5 حكام 18.5، الجسم والانسيابية 18.5 من 3 حكام 18 من 3 حكام، القوائم 15.5 من 5 حكام 16، والحركة 19 من 4 حكام 18.5 من حكمين بمجموع 90.63. عليا اتش فور ذا اونر محمد هيثم بن فريش الكندي 90.63.
أركيو جواهر، المهرة رقم 108 لسمية حسين محمد عبد القادر عباس في الهوية العربية، 19 من 4 حكام، 18 ونص من حكمين. الرأس والعنق 19 من حكمين، 18 ونص من 4 حكام. الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام، 18 ونص. القوائم 15 ونص من 5 حكام 15، والحركة 19 ونص من 3 حكام 19 من 3 حكام، بمجموع 90.25. أركيو جواهر for the honor سمية حسين محمد ريم الشافي لمربط الشافي الخيول العربية في الهوية العربية، 19 من 4 حكام 18 ونص 19 ونص. الرأس والعنق 19 من 4 حكام 18 ونص من حكمين. الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام 18 ونص. القوائم 15 ونص من 4 حكام 15-16، والحركة 19 من 4 حكام 18 ونص 19 ونص، بمجموع 90.38. ريم الشافي for the honor الشافي Arabian Horse Stud 90.38.
زعفرانة الهواجر لمحمد سالم نصيب الشامسي في الهوية العربية 19 بإجماع الحكام. الرأس والعنق 19 من 5 حكام 18.5. الجسم والانسيابية 18.5 من حكمين 18 من 3 حكام 19. القوائم 16 15.5 من 3 حكام 15 من حكمين. والحركة 19 من 5 حكام 18.5 بمجموع 90.63. زعفرانة الهواجر فرد أونر محمد سالم نصيب الشامسي 90.63. مع مشاركة المهر رقم 113 تبقت لنا 3 مهور في هذا الشوط الذي نذكر أنه آخر أشواط اليوم الأول لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية. كي شمس لمحمد عبد الله الشحي في الهوية العربية 19 من 4 حكام 18.5 من حكمين. الرأس والعنق 19 من حكمين 18.5 من 4 حكام. الجسم والانسيابية 18.5 من حكمين 18 من 4 حكام. القوام 15.5 من 4 حكام 15 من حكمين. والحركة 19.5 من 4 حكام 18.5 بمجموع 90 نقطة. اسكي شمس فوردانر محمد عبد الله الشحي 90. ضبية ذويبة لسعيد مبارك الصريدي في الهوية العربية 18.5 من حكمين 19 من 4 حكام. الرأس والعنق 18.5 من 3 حكام 19 من 3 حكام. الجسم والانسيابية 18 من 3 حكام 18.5 من حكمين 17.5. القوائم 15.5 بإجماع الحكام. والحركة 18.5 من 5 حكام 19 بمجموع 89.75. ضبية ذويبة فور ذا أونر سعيد مبارك الصريدي 89.75.
طيف كي للولو سعيد مبارك المحيربي في الهوية العربية 19 من 4 حكام 18 ونصف الحكمين الرأس العنق 19 18 ونصف من 5 حكام مجلس أمور سيادية 18 من 5 حكام 17 ونصف القوائم 15 ونصف من 4 حكام 15 من الحكمين والحركة 19 18 ونصف من 5 حكام بمجموع 89.25 طيف كي فور ذا اونر لولو سعيد المحيربي 89.25 إذن الآن مع مشاركة آخر المهرات في هذا الشوط وفي هذا اليوم المهرة رقم 116 والآن مع نتيجة المهرة رقم 114 ترفت العناب لخليفة محمد السويدي في الهوية العربية 19 من 5 حكام 19 ونص الرأس العنق 19 من حكمين 19 ونص من 4 حكام الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام 18 ونص القوائم 15 ونص من 3 حكام 15 من 3 حكام والحركة 19 من 3 حكام 18 ونص من 3 حكام بمجموع 90.38 ترفة العناب وردونا الخليفة محمد سويدي 90.38 جي اي سلوى الجزيرة لفيصل محمد سيف المحيربي في الهوية العربية 18 ونص بإجمال الحكام الرأس العنق 18 ونص من 5 حكام 18 والجسم والانسيابية 17 ونص من 5 حكام 18 القوائم 15 ونص من 3 حكام 15 من 3 حكام والحركة 18 ونص من 4 حكام 19 من حكمين بمجموع 88.38 جي اي سلوى الجزيرة فور ذا اونر فيصل محمد المحيربي 88.38 نشاهد أيضا لقطة جميلة لحكام البطولة
أعطيكم ألف عافية، كفيت ووفيت أكيد في أول أيام هذه البطولة بعدسة المتألق دائما مرهف العساف، ونشاهد أيضا يعني إن شاء الله يكون فال طيب له إن شاء الله راشد المهيري الحكم المتدرب الناشئ من بين ما شاء الله الخبرة وخبرة الحكام، أيضا شاهد الدكتور الوهاب أيضا بن عميرة معهم، أيضا كل التحية لكم حكامنا. أكيد نجاح البطولة أحد أهم أسبابه وجودكم أيضا. This program is authored by الحكام عن طريق القرعة لترجيح كفة المهرات أو المهرة التي تتغلب على الأخرى. إذا التعادل كان أكيد في الهوية العربية وأيضا الحركة، فلذلك لجأنا إلى ترجيح كفة أحد المهرات باختيار أحد الحكام عن طريق القرعة، والآن يتم الفصل ما بينهم. طبعا الحكم أكيد الذي يقوم به الترجيح ما بينهم، ترجيح كفتهم الحكم البحريني إلياس إبراهيم، الكابتن إلياس إبراهيم، أكيد كل التحية لي الحكم الياس إبراهيم. إذن بانتظار هذه هي النتيجة، وهنا الآن تظهر أمامنا نتيجة آخر المهرات منصورة الهواجر لمحمد سعيد الفهيد الهاجري في الهوية العربية 19 من 5 حكام، 19 ونص من الحكم السادس، الرأس العنق 19 من 5 حكام، 19 ونص من الحكم السادس، و الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام 18 ونص، والحركة والقوام عفوا 16 و 15 ونص من 5 حكام، وجاءت الحركة ب 18 ونص من 5 حكام 19 بمجموع 90 نقطة. منصورة الهواجر فور ذا اونر محمد سعيد الهاجري 90. بانتظار النتائج الأخيرة وإعلان النتائج. إذن هذا اليوم الأول لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، شهدنا فيها تنافس، شهدنا فيها ندية وإثارة، شهدنا فيها رقم جميل من هلهولة الهواجر لعليان الهاجري ب 93 نقطة. إن شاء الله باكر وفي أيام البطولة سنشاهد أرقام قوية، سنشاهد منافسة قوية أيضا. لنا نتيجة التعادل وسنرى من تفوق على من. الصدارة خلاص عرفناها، يعني إذا هلهولة الهواجر لعليان سعيد حسين الهاجري، سنرى فقط بقية المراكز. إذن تظهر أمامنا النتائج الآن. المركز الأول هلهولة الهواجر 93 نقطة،
لعليان سعيد حسن بتران الهادري ب 93 نقطة المركز الثاني، رشيدة البداير ب 90.63 نقطة المركز الثالث، زعفرانة الهواجر ب 90.63 نقطة المركز الرابع، عليا اتش ب 90.63 نقطة المركز الخامس، اس كيو شموس ب 90.5 المركز السادس، ريم الشافي ب 90.38 المركز السابع، طرفة العناب ب 90.38 المركز الثامن، ار كيو جواهر ب 90.25 المركز التاسع، منصورة الهواجر ب 90 نقطة والمركز العاشر، اس كي الشمس ب 90 نقطة. إذن الناموس لعليان الهادري أصول هلهولة الهواجر على المركز الأول. ويسرنا دعوة السيد زايد ساري المزروعي من لجنة إدارة المهرجانات البرامج الثقافية والتراثية في أبو ظبي للتفضل بتتويج الحاصلين على المراكز العشرة الأولى بمعية سعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات الخيول العربية. إذن هنا أمامنا اللقطات تذكارية للتتويج، وبهذه اللقطات يكون هذا ختام اليوم الأول لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية. بمشيئة الله كونوا معنا في فعاليات اليوم الثاني للبطولة غدا في هنا في ميدان بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية في تمام الساعة الثالثة مساء. إلى هذا اللقاء، إلى حين اللقاء معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.